قولهم بعض الناس يقول هذا: اللهم أنت السلام بعد الفراغ من الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فيضيفون وإليك يعود السلام. ويضيف بعضهم: فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. كل هذا لم يرد في السنة النبوية. ورد في السنة النبوية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثة، يستغفر ثلاث مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وفي لفظ ذا الجلال والإكرام. لأن الأدعية والأذكار المشهورة كلها صحيحة، يعني قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والتسبيحات وكذا، كل هذا وارد صحيح. أما هذه الإضافة بالذات التي ذكرناها، وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، أدخلنا الجنة دار السلام، هذه الإضافات لم ترد في الحديث، فبعض الناس قد يضيفها خطأ وهي غير واردة في الحديث الشريف.